السلام عليكم. دلوقتي هنشوف ازاي نعمل فيديو لحركة الشمس حوالين المبنى، ممكن تخليه بالشكل دوت، تمام، او تشوفه في 3D بالشكل دوت زي ما تحب. طيب خليني اظهره كموديل، خليني اظهر الشادنج الظل، واقدر اختار من هنا بحيث ان انا احركه بالزاوية اللي انا عايزها. ممكن تقول له انا عايز اتحرك بالشكل دوت، تمام. خلينا نشوف بشكل دوت. طيب هقول له اظهر لي المسار بتاع الشمس، تقدر تشوفه بالشكل دوت، وفعل الظل وابدأ وريني الفيديو هيبقى عامل ازاي بالشكل دوت. طيب انا عايز اسجل الفيديو دوت، هاجي هنا ده الريكورد، ادوس عليه، هبدأ اختار مكان اصدر عليه الفيديو اهوت، تمام، الجودة بقى قد ايه، تمام، واقول له اوكي وابدأ ادوس، هيبدأ يسجل بقى معايا ثانية، اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة، زي ما تحب. تقدر توقف شوية بيوز، او تقدر تقول له ستوب. لما تقول له ستوب وتشغل يبدأ يشغل لك الفيديو اهوت. خلاص هو صدر لك الفيديو API، مش محتاج ان انت تدور على لمة تصدير، اصبح في ملف اهوت. تقدر تشتغل عليه. لو خلصت ممكن تقول له مثلا ان انا محتاج الملف دوت او ديليت، يروح يلغي الملف.